أنهى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته الخاطفة لإسرائيل والتي التقى فيها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحليفه بيني غانس. بحث بومبيو خلال جلسته التموضع الإيراني في سوريا والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا، وأيضا مسألة ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية. المزيد في تقرير زميل مروان عثمني. زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإسرائيل حملت معها الكثير من الدلالات والتساؤلات حول توقيت الزيارة عشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية ومباشرة أعمالها. رئيس الوزراء المكلف نتنياهو عود خلال لقائه ببومبيو التأكيد على مركزية الملف الإيراني الذي تتوافق به وجهات نظري الطرفين الإسرائيلي والأمريكي. هناك شيء آخر يعاني من منطقتنا وهو العدوان والإرهاب الإيراني المتواصل، وأود أن أعبر عن تقديري الموقف القوي الذي طرحته أنت والرئيس ضد إيران. لقاء بومبيو مع بيني غانس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الأمن في الحكومة المقبلة يعكس بحسب مراقبين الرغبة الأمريكية في اجتلاء موقف غانس من موضوع فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية الذي أكده نتنياهو مرارا وتكرارا عملا بمخرجات صفقة القرن التي أعطت بموجبه الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لتنفيذه، فيما كان للملف الإيراني حضور بارز خلال اللقاء أيضا. يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء تفشي الوباء، وفي الوقت يكافح الشعب الإيراني بقوة. هذا يشير بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد. زيارة بومبيو قابلتها تحركات فلسطينية وتهديدات أوروبية، فالجانب الفلسطيني يحاول التحرك عبر الهيئات الدولية بغية ثني إسرائيل عن قيامها بالضم، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بخطوات عقابية ضد إسرائيل إذا ما أقدمت على خطوتها المذكورة. تحركات وتهديدات لا تلقي إسرائيل لها بالا في ظل الضعف الفلسطيني البادي والتهديدات الأوروبية التي لا ترقى لقرارات قد تؤثر في المعادلة، في ظل دعم أمريكي لا متناهي تغلب فيه الرؤى والنبوءات الغيبية على المنطق والقوانين الدولية. وتواجد اليوم زميلنا أدهم حبيب الله في القدس وأفادنا بما يلي. إذن في زيارة خاطفة إلى إسرائيل قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا التقى برئيس الوزراء المرتقب وأيضا زعيم تحالف وحزب كحول لافان بيني غانتس، وكان هناك لقاء آخر جمعه مع رئيس الموساد يوسي كون بالإضافة إلى جابي إشكينازي. تمحورت هذه الزيارة وهذه اللقاءات حول ثلاث نقاط هامة. الموضوع الأول أو النقطة الأولى تتعلق بقضية الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية وأيضا على منطقة الأغوار، علما أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة وأعطت الصلاحية لإسرائيل وأن القضية تتعلق بالمستوى السياسي الإسرائيلي وأيضا بالحكومة الإسرائيلية. وفي النقطة الثانية هي تتعلق أيضا بالخطر الإيراني وأيضا التموضع الإيراني في المنطقة. تحدث عن هذا الخطر أو التعاون الاستراتيجي العسكري الأمني بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، علما أن الضربات الأخيرة التي كانت في سوريا هي منسوبة لإسرائيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وأيضا بحسب مصادر أخرى سورية التي نسبت تلك الضربات لإسرائيل، حيث قامت بشن هجوم وأيضا تنفيذ ضربات على قوات إيرانية أو خبراء إيرانيين عفوا متواجدين داخل الأراضي السورية. النقطة الثالثة أيضا هي تتعلق بالتبادل التجاري ما بين الصين وإسرائيل، علما أن الصين فازت بعدة مناقصات تجارية داخل إسرائيل وأيضا في البحر الأبيض المتوسط في مشروع تصفية المياه، ولذلك يعني الولايات المتحدة غير معنية في هذه المرحلة بتوطيد تلك العلاقات، وهي تحذر إسرائيل في هذه المرحلة من اتساع تلك الرقعة، علما أن جائحة كورونا خلفت صداما وأيضا توترا ما بين الولايات المتحدة والصين في هذه المرحلة. إذن هذه
هذه الزيارة تمحورت حول العديد من الرسائل أو الاستراتيجيات أو السياسات الأمريكية وبينها وبين إسرائيل فيما يتعلق بنقاط هامة على المستوى العسكري، كما قلنا التموضع الإيراني. النقطة الأخرى هي حجم التبادل التجاري ما بين إسرائيل وما بين الصين. النقطة الثالثة وهي في الشق السياسي الإسرائيلي، ونتحدث عن قضية الضم، السيادة الإسرائيلية. علما هذه النقطة أيضا تجد يعني خلافا وجدلا على المستوى الأوروبي وأيضا على المستوى العربي، الذين يرفضون في هذه المرحلة قضية الضم وأيضا فرض السيادة الإسرائيلية.